ما اجتمع فيها أحد إلا وتفرق، ما حلت إلا أوحلت وارتكست، ما يسفو فيها مشرب. لا بد أن تعلم أن الله كدر عيشها لتبقى الجنة مع أول صبغة فيها تنسى هموم الدنيا وما كان فيها. هل رأيت شرا قط؟ هل مر بك من بؤس قط؟ قال: يا ربي ما مر بي بؤس وما رأيت هما. إذن اعلم افقه أنك في دار هي دار الكدر، هذه الدار طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. ابتسم عند الآلام لأن الذي كتبها هو العلام جل وعلا، فاحتسب آلامك عنده والله أنها ستكون مدخرة، تكون مدخرة. ثم بعد ذلك أيها الحبيب أبدأ وإياكم بعلاجات الغم. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم في صباح كل يوم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. تصدقون أن بعضنا اليوم ما قالها ويقول أشعر بضيق الصدر، لماذا ما عذت بربي؟ لماذا لم تعذ بالعظيم جل وعلا أن يزيح عن قلبك الغم وأن يرحم ضعفك؟ لأن الهموم إذا تزاحمت في القلب لربما أوقفت الإنسان عن العمل، أوصله الشيطان إلى اليأس، واليأس طريق إلى الكفر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولذلك يا عبد الله استعذ بالله، أول علاج لذ، عذ، التجئ، انكسر، ابك بين يدي الله، أعذني من الهم والحزن. لأن الحياة إذا تجمعت الأحزان فيها صارت سجن. البعض يأتيه الشيطان بمقترح يقول: اضع لحياتك حداً. أهل الاكتئاب، يقول أطباء النفس أن مرضى الاكتئاب أكثر من 80% منهم فكروا في الخلوص من الحياة ظناً منهم أن الموت راحة. والموت من قال للمريض أنه راحة؟ الراحة يوم أن تحتسب الآلام فتقول: يا ربي عسى أن يكون البلاء، لأن منزلتي عندك لن أصلها بعملي ولكن بالصبر على الهم والغم الذي سكن قلبي. استعذ بالله واجعلها في وردك، اجعل هذا في وردك: أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. العلاج الثاني للغم: كثرة الصلاة والسلام على خير البريات. صلى عليك الله يا علم الهدى ما تعاقب الليل والنهار، صلوات ربي وسلامه عليه. قال له أبو ذر: يا رسول الله كم أجعل لك إني أصلي عليك؟ أخبره أنه محب. ومن أكبر الأدلة على أنك تحب محمداً عليه الصلاة والسلام أنك تكثر من الصلاة والسلام عليه، لا حد للعدد، لكن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، والبخيل من بخل على نفسه. والبعض منا يصلي 100 200 ويفتر. يا أخي أقسم بالله لو أحببت أمك أكثر من نبيك أن إيمانك ينصدع، صلوات ربي وسلامه عليه. لو تحب نفسك أكثر من محمد عليه الصلاة والسلام لينكسر إيمانك وتتقهقر إلى الخلف، لأن محمدًا عليه الصلاة والسلام هو الذي أنقذنا الله به من النار إلى الجنة، ومن الظلمات إلى الهدى، ومن الضلال إلى الهدى. لذا يا عبد الله هل أنت تحبه حقًا؟ والله لو لم يكن من دلائل حبه إلا كثرة الصلاة والسلام عليه لكانت شعار المحبين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله من أدمن الصلاة والسلام على رسول الله يذهب الهم من قلبه ويغفر ذنبه. وما أكرم العظيم سبحانه وتعالى جعلنا نصلي عليه في كل صلاة. لكن المحبين خاصة في ليلة الجمعة هذه
في المحبين يا أخي الحبيب ينقطعون عن الناس، وفي ليلة الجمعة لهم أسرار، ولهم أيها الأحباب مناجات لله بدعائه، ثم ألسنتهم رطبة بذكره، ثم يصلون على من اصطفاه مولاه فجعله خير من وطئ الثرى وسيد ولد آدم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. تصلي ألف اجعلها ألفين، تصلي ثلاثة اجعلها أربعة، الله أكثر والله أكبر، وفضل الله لا حد له ولا عد له، يكفي للمصلي على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه أن الله يبلغه صلاتك. الله أكبر. تصور اسمك فلان ابن فلان يرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من أتباعك يا رسول الله، فلان ابن فلان صلى عليك وفلان صلى عليك، من المحروم؟ المحروم اللي ما يرفع في قوائم المصلين على خير الورى صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل عليه عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار، اللهم آمين. يا حبيبنا ما أعظم أن تكون صفحة الحب صادقة، كلنا نحبه، لكن الدرجات المحبين تختلف. حبيبنا قال لأبي ذر عندما قال يا رسول الله، يا رسول الله إني أصلي عليك فكم أجعل لك من صلاتي، يعني إذا صلاتي دعائي أصلي عليك نصف الدعاء، ربع الدعاء، ثلث الدعاء، إلى أن قال إذن، قال إن شئت، أي إن شئت ما رأيت، وإن كان أكثر فهو خير لك، قال إذن أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح صححه الألباني. ما أعظم أن نلهج بالصلاة والسلام عليه. يا أحبابي والله من أدمنها لا يجد للهم موقفا في قلبه، الهموم تتزاحم وترتص في الصدر، أخرجها يا عبد الله، أطلقها، صل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وما أجمل إذا قال المؤذن الله أكبر أن تنصت كل من حولك وتردد الأذان بعده،